السلام عليكم. هذه الإقامة اللي موجودة في موقع استراتيجي رائع ويعني هام جدا في القرب من منطقة بير خادم، تابعة لمستثمر خاص الآن راه في السجن لأسباب يعني عندها علاقة بفساد كبير، وهذه الشخصية معروفة كبيرة هي في الحبس. ما نتكلمش على الآسم عن تحاول الإنسان هذا، لكن أريد أن أتطرق إلى موضوع يعني الفساد. أتأسف يعني إهدار للقدرات، وإهدار كان من الأمكن لو كانت الأمور تمشي بطريقة جيدة وفي باحترام القانون، كانت تكون فيها يعني مشاريع عالمية. للأسف مشروع كيما هذا أراه حابس بسبب أشياء التي كنت تكلمت عليها الآن. أتمنى أن القضاء يأخذ بعين الاعتبار هذه المشاريع المتوقفة بسبب قضايا تحفيزات، أن يأخذ إجراءات لكي لا تبقى في مهب الرياح، ولكي يعاد إحياؤها بصيغ أخرى إن شاء الله يكون فيها خير في المستقبل. أنا متأكد أن القضاء الجزائري سوف يأخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشاكل المعلقة في كثير من الميادين. والسلام عليكم.